السلام عليكم، معكم منى صباحي، مدربة معتمدة في التنمية الذاتية. رمضان شهر الكرم والمغفرة والتوبة والأخلاق، وشهر التركيز على الذات والتركيز على العادات الإيجابية. احنا لصقناه بواحد المصطلح وبواحد المفهوم جد سلبي، اللي هو وحنا كاملين كنعرفوا المعنى ديالو من كنسمعوا ترمضينا، هي الدباز، هي الغواز، هي القطعة. انسان مقطوع من شي حاجة، يعني مقطوع كما قلتي من السجائر او المخدرات او حتى المأكولات او السكريات، وبالتالي كيخرج داك العصبية ديالو ولات لصيقة بواحد الشهر اللي هو كل شيء الا هاد المصطلحات السيئة جدا. فهذه اول حاجه خاصنا نردوا ليها البال. ثاني حاجه، شنو اللي كيخلي الناس يوصلوا لهذه الحاله؟ اكثر من الادمان، يعني سواء كان السجائر، ما كنتكلمش على المخدرات لان المخدرات كاين واحد الحالات اللي كتكون سيئه جدا والتخصص ديالها مستقل بذاته. نتكلموا على الادمانات الاخرى اللي ممكن تكون عند اي واحد واللي منتشره اكثر من الادمان على المخدرات: السجائر، المأكولات والسكريات، المنبهات باردون، ماشي المأكولات بصفه عامه، المنبهات خاصه الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه المنبهه، وكذلك السكريات بصفه عامه. هاد ثلاثه الاشياء لانك كنلاحظوا فحال الا ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، عاديه انك تستهلك السجائر، راه ماشي فحال المخدرات، في حين انها في درجه الادمان مسجله ثانيه عالميا من بعد الهيروين في حده الادمان ديالها. وممكن ان الناس تقطع المخدرات بسهوله اكبر من انها تقطع السجائر، لانها متاحه جدا وسهل الوصول اليها، وتا مجتمعيا قلت داك الحده ديال النظر اليها انها شي محرم كبير جدا. لا، راه غير القرو، في حين انه من اكثر اللي كتلصق لك ادمان كيلصق. مثلا ملي كتحس براسك تعسرتي كتمشي تشرب قهوتك، هي راه ماشي القهوه في حد ذاتها اللي ريحاتك، ولكن داك لو فيت انك بدلتي المكان اللي حسيتي فيه بالعصبيه ومشيتي وصوبتي داك القهوه ديالك ولا طلبتيها وجات، والرائحه والجلسه هي اللي كتخلي داك المستوى العصبيه يهبط اكثر من الاستهلاك ديالها المباشر. باش نكونوا متفقين على هذه القضيه، فانت يا من تلاحظ براسك هذا المستوى العصبيه ديالك تيطلع، فصل. اولا نسترجعوا نستحضروا القيمه الدينيه لسيدنا رمضان. راه كانوا الناس ديال زمان كيعيطوا له سيدنا رمضان لانه شهر عظيم جدا، شهر اللي خاصنا نشتغلوا فيه، لان تخيل كتحيد على داكشي اللي حنا مشتركين فيه مع جميع مع الحيوانات بالخصوص، يعني الاكل والشرب والعلاقات الجنسيه، وكانت كونسونطراو على انفسنا، على النفس ديالنا، على الروح ديالنا اللي من روح الله عز وجل. فتخيل انك تسترجع رمضان كهو كصله بالله عز وجل، ماشي كحرمان من الاكل والشرب والمنبهات والسجائر وما الى ذلك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اننا ناخذ رمضان كواحد الفرصه لاعاده النظر في العادات ديالنا. كلنا كتكون عندنا عادات سيئه، لا في الاكل ولا في الشرب ولا في الكاركتر ولا في السلوكات. كنتعصب، كنغوت، كنعاير، ملي كنكون صايق ما كنخليش شي حد يدوز لان انا اللي خاصني ندوز الاول. فشهر رمضان راك تعرف ان الصيام ديالك باش يكون يدوز احسن ويتقبل، خاصك ما تعايرش، خاصك ما تغوت، خاصك ما تقول الكلام القبيح، خاصك. فعلاش ما نستغلوش هذا شهر رمضان ونعاودوا النظر في الاشياء، فنصحح العادات الغذائيه السيئه ديالي. الا كنت كنكونسوميس ايا كان سجائر او قهوه او سكريات بزاف، هذه هي الفرصه اللي بالعكس كل ما نحس براسي جاتني داك شويه ديال العصبيه اللي كنقول بيني وبين راسي راه متعلقه بالسكر، نقول يس مزيان، هذا معناتها انني بديت كنتخلص من داك الوطئه ديالها ومن داك الثقل ديالها. هذه الحاجه الاولى. كذلك باش نهذبوا النفس ديالنا، ندير بيني وبين راسي ملي نجي خارج من الدار ما نتقلقش في الطريق، بالعكس ندوز الطريق بخير وعلى خير، ونعتبرها صدقه ونعتبرها واحد الطاقه ايجابيه انا كنمنحها باش ترجع ليا مضاعفه. وبالتالي ملي كنمشي نسمح لهذا ونتبسم في وجه هذا ونقول ماشي مشكل ونوقف، أتلقى راسك درتي الطريق في قل من الوقت اللي موالف كدير، وخذوها مني بالتاكيد. ثاني حاجه، أتلقى وصلتي مرتاح، ما وصلتيش معصب، ما وصلتيش مقلق، ما وصلتيش اعصابك كيتحرقوا. ثالث حاجه هي اننا في كل ليله ديال الصيام، الا ما كانش الاستعداد قبل من شهر رمضان، فكل ليله من ليالي الصيام هي كذلك ليله للاستعداد. نشد ورقه وستيلو ونكتب انا كنوي غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان ابتعد على السكريات، وانا عارف راسي اني مبتعد عليها اختياريا ماشي بالسيف عليها، نبتعد على السجائر وعلاش لا نقلل منها، ويمكن كاع نحيدها لانها عاده ما جايبه ليا والو، ونعوضها بالتنفس. انني هنخدم على السلوك ديالي باش نكون واحد المواطن واحد الانسان ايجابي. نستغلوا هذا الشهر الكريم لاعاده النظر في العادات ديالنا كلها، وما نبقاوش ملصقينه بهذا المصطلح السيء جدا ديال العصبيه والترمدينه والقطعه، وكنلصقوه بشهر رمضان. حنا اللي فينا الخايب ماشي الشهر الكريم.